حدثنا محمد أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار فقال: وضعت السلاح فوالله ما وضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين؟ قال: ها هنا وأومأ إلى بني قريظة قالت: فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم